شعارها يرتبط بوجود الملك، وعدالتها تلامس حقوق العباد. مهمتها صعبة، وعقود إطعام السجناء إحدى الاختبارات. العقد في سابقاتها الشروط اللي كانت واردة فيها، لو كنا نذهب باتجاه الفسخ كانت الحكومة والدولة وخزينة الدولة تكلفنا أموال طائلة، لربما التعويضات تصل إلى مليارين. ما هي الحلول لمواجهة اكتظاظ السجون؟ قضية الاكتظاظ في السجون هي أحد المشاكل الحقيقية اللي تعانينا، ووضعنا حلين: قانون العفو العام وكيف تتعامل معه. تعديل قانون عفو العام الصادر في أعتقد 2016 أو 17، وإعادة تعريف الانتماء إلى الإرهاب. الفساد في عقارات الأنبار وأسراره.